في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في ولاية تقانت من أجل إنجاح الحملة الرابعة للتلقيح ضد كوفيد-19، ترأس والي تقانت اجتماعا تحسيسيا بالروابط الشبابية لحثهم على الانخراط في الحملة التحسيسية، مؤكدا أهمية الشباب في توعية المجتمع. اليوم نعتبر أنفسنا في مرحلة مهمة نتيجة لنا جابرين الشبكات الشبابية العاملة على مستوى ولاية تقانت وخاصة مدينة تشقجة، بين اللي نعرفوهم ونعرفوا على أنهم رواية وحلوا فيها الدورة لا تنجح، فتنا جربناهم في الماضي وشفنا نشاطهم وجابرنا مع مسؤولينهم وحسينا على أنهم مادة واعية ومادة حريصة على مصلحة ساكنة الولاية، ولذلك نعتبر علينا من إجبارنا لكم اليوم الدورة تعود النتائج مختلفة جدا، وذا اللي طالبين منكم نعرف على أنكم تقدروا تعدلوا الحملة. متوقع علينا تفوت 6 أيام يا غير، إحنا ذاك ما وهامنا، هامنا علينا نواصلوها إلينا نكملوا عندنا من اللقاحات ونطلبوا من الوزارة تزيدها لنا إياك أنتم مواصلين، ولذلك نختاركم ذاك اللي عندكم كامل من القوة والنشاط والوعي تستخدموه معنا في إطار إنجاح هذه الحملة الذهية. عمدة بلدية تشقجة تحدث عن وضع خطط تم بموجبها تقسيم أحياء مدينة تشقجة، مما سهل عملية حصر وتعداد غير الملقحين الذين ينتظر من الشباب إقناعهم بأخذ اللقاح. أنا ظاهر لي أن الطريقة اللي تقدروا تشاركوا بها هي أنكم القاعة ما تأخذوها، ما هو لين تعدلوا لائحة واضحة كلكم من طاقته السكنية اللي فيها به اللي كلكم حقاً ولا يشتغل فحيوا اللي فيه به اللي هو اللي يعرف فيه الخلق وهو اللي يعرف دياره ويعرف رواقيش ويقدي عنكت عنهم صفة متكايسة، لأن يعرف ذاك منهم دق وذاك منهم ما دق، يعود لا يحاول يقنعه ولا اللي ما قنعه يطلص عليه حد يقنعه، والله يجينا احنا يقولها ينبهنا عليها قلنا لفلان أراه مالكم ما دقوا دوروا لا نشوفهم صفة سلسة لنفهمهم أهمية الدقة. مندوب الشباب على مستوى ولاية تقانت دعا جميع الفرق الرياضية والمهتمين بالشأن الرياضي إلى المسارعة إلى أخذ اللقاح والتوجه نحو الأحياء التي تقل فيها نسبة الإقبال. عبد الله يوليسلم، الموريتانية، مدينة تشقجة.